المعلومات ما عليه شيء، معلومات هذه اللي بالتقرير قديمة. اليوم التوجه من بالضبط أقدر خط الشروع 15/6 من هذا العام، كل هذا أقلبنا عليه ورقة. أرجع لك شوية، الأزمة الدوائية بالعراق مو بعد 2003، يخطأ من يتصور يعني بهذا الحقل 52 سنة بالتمام والكمال، من صيدلة صغيرة بديت إلى أن طورت بالمهنة بكل شؤونها وكل أفراد تجارة وغيرها وغيرها. الخراب اللي صار بثلاثين سنة لا يمكن أن نصلحه بسنتين أو الثلاثة الأخيرة، لكن من نبدي خلينا نسميها مسيرة الألف ميل تبدي بخطوة واحدة. إحنا كنقابة صاعدلة آلي اليوم سعيد بالتغيير اللي صار بالسوق. هسه تقول لي شلون والحكي؟ الاثنين اللي يتكلموا ثقات حقيقة وتكلموا بطريقة مهنية صحيحة. البقية الآخرين اللي هم خارج عن المهنة مواطنين يعني قال لي الكريمات ما تشتغل. منو قال لك مو التشخيص غلط؟ مثلا واحد يقول الأدوية المزمنة مو موجودة، لا موجودة، شو تريد من الأدوية المزمنة؟ موجودة. العينة اللي ناخذها العشوائية، أرجع شوية على قضية يعني أنا شخصيا ما يحدد لي الموضوع الدواء بالعراق أو يتكلم، مع احترامي لهم كمواطنين، لكن العينة الإحصائية للأربعين مليون في نفس المكان شخصيتين يتكلمون عن هالموضوع ما نقدر نعتمد عليه. بس هذه الظاهرة موجودة. نعم أنا خذت شيء عشوائي ولا أنا ما أقدر أفتح اتصال وأخذ مئات الاتصالات مو أكو عشوائي. إحنا دائما أكو الله يرحمه أستاذ علي الوردي، أكو مسألة الغلبة، يعني من الناس تقعد تريد تحكي على شيء بالإيجاب أو السلب، واحد يغلب الله، واحد يقول له والله أكو صيدلي بمنطقتنا إيش قد حباب خوش، لا يا معود اليم نفد ولا يد وردة بد بنية تحفة، من يجي يقول له واحد والله هالشكل لا يغال، لا هذا مو زين أخو عندنا هذا يضع بالمبالغة. أنا بس أريد أشرح فشي، لأن تفضل دكتور. أنا حقيقة أحب الـ MBC عراق بشكل استثنائي من ناحية الإنتاج والإخراج والسميها ستيت أوف آرت رائعة. إحنا نريد نعطي معلومة صحيحة للمواطن، وهذا سبب جايتنا والدليل حضوركم. إيه بالضبط. إن كان جهة رقابية وإن كانت جهة مشرفة ومناظمة أو العكس، لكن أريد أوضح تساؤلات الناس حتى من الشائعات. راح أحكي لك هذه الشائعات اللي موجودة هي بالأساس حقيقة كانت. هذه الحدود مفتوحة على مصراعيها، نقيب الصيادلة مو يروح يفتر بالأسواق ويروح السوق مريدي ويشوف ذولا بالشوارع يبيعوها ولا يوقف. السؤال اللي أقوله، المنافذ الحدودية مفتوحة، وحتى لو سيطرنا على 13 منفذ حدودي ليش الطرق النيسمية إيش قد موجودة؟